تحية طيبة مشاهدينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج البرج العالي والذي يأتيكم شاشة تلفزيون شرقية وعلى الهواء مباشرة وكذلك عبر موقعنا على الإنترنت www.sharqiya.com. للمشاركة والتواصل أرقام الهواتف 00971436728 مكرر 89 و 00971436728 مهيئة أمام حضراتكم للمشاركة والتواصل مع البرج العالي على الفيسبوك facebook.com/البرج العالي باللغة العربية. فاصل ونواصل. ونبدأ مشاهدينا الكرام كالمعتاد مع القمر. يكون القمر في برج السرطان المائي حتى الساعة 1:29 من ظهيرة الخميس، ثم ينتقل إلى برج الأسد الناري ويمكث فيه حتى الساعة 2:08 من بعد منتصف ليل السبت. يدخل برج العذراء الترابي ويبقى فيه حتى الساعة 2:12 من ظهيرة الثلاثاء. إذن هذه هي وضعية القمر في الأبراج حاليا وحتى ظهيرة الخميس في برج السرطان المائي، من ظهيرة الخميس وحتى ليل السبت في برج الأسد الناري، من ليل السبت وحتى ظهيرة الثلاثاء في برج العذراء الترابي. أثناء انتقال القمر من برج إلى آخر وعند عدم تشكيله زاوية معينة مع أحد الكواكب، تتشكل فترة غير إيجابية لا تصلح المبادرة لأي خطوة جديدة، ويجب علينا خلالها مواصلة حياتنا الاعتيادية كالمعتاد دون إدخال أي تغيير عليها فيما يلي هذه الفترة السلبية. يوم الخميس من الساعة 2:27 فجرا وحتى الساعة 1:29 ظهرا. يوم السبت من الساعة 4:20 مساء وحتى الساعة 2:08 من بعد منتصف الليل. يوم الثلاثاء من الساعة 6:30 صباحا وحتى الساعة 2:12 ظهرا. مشاهدينا الكرام أرقام الهواتف 00971436728 مكرر 89 و 00971436728 مهيئة أمام حضراتكم للمشاركة في هذه الفقرة. وننتقل لأول مكالمة هاتفية. شوفني على الخط. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بك. من جاي؟ معك نبيل. أهلا وسهلا نبيل، يا مواليد؟ أنا ما أعرف برجي، بس شلون أعرف الطريقة؟ يعني مواليدي مو مضبوطة. نبيل، إذا المواليد مو مضبوطة صعبة بصراحة، يعني لازم نعرف اليوم والشهر والسنة اللي أول لحظة شفنا بيها يعني الضوء، نقول مثلا بنقول بالعراقي، هذه اللي هي اللحظة اللي يكون شخص يعني يكون برجه. إذا مو هذا التاريخ مثلا اللي مسجل بطاقة الهوية أو غيره، هذا الشيء يعني مستحيل أكو طريقة ثانية واحد يقدر ممكن يعرف من برجه الحقيقي. زين، انا مواليد 25/10/77، بس الوالده تقول لا احنا سجلناك بعد، يعني تعرف الامور هذه. اذا 25/10 هذا برج العقرب، بس اذا مو صحيح الحكي كله ما ينطبق عليك. زين، نشوف برج العقرب. برج العقرب شنو يعني شو تريد تعرف؟ الوضع المادي التجاري. الوضع المادي للتجارة وضع يعني من ناحية مادية اكو ضغط بالنفقات لمواليد برج العقرب، هذا الشيء مستمر ويستمر وياكم بالضبط بعد فترة طويلة. هسه اعطيك الفترة بالتحديد اللي هي لغاية يوم 27/10. ورا 27/10 وصاعدا وضعكم المادي يكون مستقر طبيعي، باقي الامور يعني وباقي الايام يكون طبيعي، بس الفتره الحاليه مواليد برج العقرب يعانون من ضغط في النفقات، هذا سبب وجود المريخ في القوس يعتبر لكم البيت الثاني، فبالتالي هذا يجيب لكم مكاسب سريعه، بس بنفس الوقت يكون
اكو نفقات يوازيها او اكثر من الداخل، فبالتالي تكونون مضغوطين من ناحيه ماديه، فيتوجب عليكم ان تنتبهون لمدخولكم ومصاريفكم في سبيل انه ما شو اسمه تقعون بضائقه ماليه بالتالي تسبب لكم مشاكل. اهلا وسهلا نبيل. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو. السلام عليكم استاذ خلاد. عليكم السلام، اهلا وسهلا، تفضلي. انا فاطمه من الجزائر. اهلا وسهلا فاطمه، يا مواليد؟ اسال عن مولودة 18. قلت لك مولودة، اوكي، مولودة 18/11/1979. جد التاريخ العفو. 18/18/1979. أوكي. الساعة العشرة، بين العشرة وأربعة والعشرة ونص بالليل. والزوج 18/8/1968 بين الواحدة ونص واثنين صباحا، يعني ليلا. زين، شنو سؤالك فاطمة؟ أستاذ خلات أنا بسأل عن يعني الأرقامهم الاثنين وعن الإنجاب أستاذ خلات بالضبط، هل هناك يعني ما عندهم مدة كبيرة من اللي تزوجوا، ما كش الأطفال، أنا بدي أسأل عن الإنجاب، هل عندهم مشكلة في الخريطة الشخصية نتاعهم؟ طيب ثمانية طبعا 18/11 أرقامه 1 و9 و18/8/1968 نعم و18/8 أرقامه 1 و5 و9. أوكي. أسأل يعني أستاذ خلات يعني هم عندهم مشكلة في العمل، في المعيشة، والإنجاب أيضا؟ لا، هاي ما أقدر أجاوبك عليها كلها خلال يعني هذا الوقت مال البرنامج. بس دقيقة خلي أجاوبك على الأهم شيء هو الإنجاب. بس دقيقة 18/11/1979 عشرة ونص عشرة ونص ديدان إذا تسمعيني من التلفزيون. طبعا الطالع الأسد بالنسبة ل 18/11 ما عنده، إذا بالعشرة وخمسة وأربعين أنا سويتها ما عنده مشكلة إن شاء الله من ناحية الحمل والإنجاب هذا التاريخ. التاريخ الثاني عندنا 18/8/1968 واحدة وخمسة وأربعين، هذا التاريخ أيضا ما عنده مشكلة من ناحية الحمل والإنجاب بصورة عامة. لمواليد 18/8 عنده فترة إيجابية قريبة إن شاء الله، يعني لمواليد برج الأسد بصورة خاصة من ناحية الحمل والإنجاب تكون بصورة عامة هي الفترة الواقعة ما بين 17 نوفمبر 17/11، تستمر وياهم لغاية 11/12. هذه هي أفضل فترة خلال عام 2014 من ناحية الحمل والإنجاب. وبالنسبة لمواليد 18/11 حتكون على بداية السنة الجديدة على يناير، هي الفترة اللي حتكون بالتحديد على شهر يناير من 28 يناير، تستمر وياهم لغاية يوم 20 فبراير. هذه الفترة الأنسب من ناحية الحمل والإنجاب بصورة خاصة لمواليد مواليد برج العقرب، واللي هي الأنسب والأقرب إن شاء الله. إن شاء الله أكون رديت عليك فاطمة. ناخذ اتصال هاتفي آخر. ألو. ألو، السلام عليكم أستاذ خلاد. عليكم السلام، أهلا بيك، من جاي؟ معك صديقة البرنامج حياة من الجزائر. أهلا وسهلا حياة، هلا بيك، تفضلي. أسأل عن مولود 14/6/1978. نعم. ثامنة صباحا عن الإنجاب 14/6. الفترة الحالية تعتبر نسبيا، يعني رغم أنه هي أكو بها تعطيل بس الفترة تعتبر إيجابية نسبيا. 14/11
1978 الساعة 8 صباحا. هو شخصيا إذا جاي قبل الثمانية صباحا يعني ثمانية إلا عشرة تقريبا يعني 57 دقيقة صباحا احتمال يكون عنده تعطيل، هذا سبب وجود كوكب أورانوس في البيت الخامس، فبالتالي قد يكون عنده مشاكل أو يرزق بأطفال غير طبيعيين لا سمح الله معاقين أو غير طبيعيين بالذكاء أو موهوبين أو كلاهما. إذا أكو أحد من عائلتها عندها هذا الشيء فاحتمال يكون عندها الشيء السلبي، إذا ما عدا فإن شاء الله لا تخاف، ما يعني ما يحتاج تدور القلق. ناخذ اتصال هاتفي آخر. له السلام عليكم أستاذ خلاد. عليكم السلام. أنا حياة انقطع معي الخط أستاذ خلاد. ما شاء الله حصلتي، سمعتي الرد حياة؟ نو أستاذ خلاد، أنا بدي أسأله عن إنجابي، هو عنده 3 سنوات زواج. زين، أنا قلت لك هو عند احتمال إذا جاي يعني إذا جاي بثمانية صباحا مثل ما شو هو طالعته؟ طالع السرطان. إذا إذا أنا طالع السرطان. إذا مثل ما ذكرتي. سبعة واثنين أرقامه 5 و9. 5 و9 أوكي. وتخلت أنا بسأل، كانت على مولودة 10/6 85. زين. مولودة 3:30 يعني بعد الظهر. اوكي شنو صار؟ سأل استاذ خلات يعني كما اقول لك عندي عندي انا خطبت مرتين وفسخت خطوبتي. طيب استاذ خلات هل اسال هل يعني كان مشكل في الكواكب، واسال هل عندي سفر يعني في حياتي؟ دقيقه واحده 3:30. من ناحية الزواج ما عندك مشكلة، الطالع يكون الميزان. أوكي. الميزان نعم. والإنجاب أيضا ما عندك إن شاء الله أي مشكلة، بالعكس طبيعي. أوكي. قلت خليك أسأل يعني عن السفر في حياتي، هل سفر؟ دقيقة 6 2 1. من ناحية السفر ما عندك فد مؤشر قوي لا من الأرقام، أرقامك 1 2 و5 من الأرقام ما عندك. لا أستاذ خلات أنا أرقامي مولودة 10/6/1985. 85 أوكي. 5/6/7/5 أكو العفو 1 و5 و3 آسف. أنا محدودة أستاذ خلات. إيه ما شاء الله بدري انقطع الخط راسا حصلتي. من ناحية الحظ تعتبر المحظوظة من الأرقام بالنسبة لموضوع العيش بعيد عن الأهل. ما عندك مشكلة يعني لا أكو مثلا في ناس تطلع لهم في الخارطة أنه هذا الشخص قد يكون يعني يعيش بعيد عن أهله، فأنت ما عندك هذا الشيء من الخارطة ولا من الأرقام، فهذا شيء طبيعي يعود إليك. وما يعني إذا طلعت رقم 1 و3 و5 يعني شو هما؟ رقم 1 يمنحك الشخصية القوية الثقة العالية بالنفس الصراحة، الاعتداد الكبير بالنفس الصراحة، الطموح، حب الحياة، كتم الأسرار. رقم 5 كوحدة من مواليد برج الجوزاء تتميزين بالدماغ النشطة، مفكرة، عندك دماغ نشطة مفكرة محللة الأمور دقيقين فيها، عندك قوة تركيز وتعبير عن آرائك سواء كان في أسلوبك بالكلام أو كان مثلا من خلال الكتابة إلى آخره، وأيضا كثيرة الحركة وعصبية. ورقم 3 يخليك إنسانة طموحة أكثر، محبة للحياة، تحبين توسعين مدارج الفكر بدراسة، بسفر، بمطالعة، مشاهدة موضوع علمي أو ثقافي إلى آخره، في سبيل تكونين على علم أو بين على كل شيء يعني حولك، وعادة الحظ ما يتخلى عنك. الحمد لله. خليت أسأل عن مولودة 18/11/1979. شنو سؤالك؟ أرقامها وهل هي محظوظة في الحياة؟ أرقامها 1 و9 من ناحية الحظ طبيعية. طبيعية. نعم. أوكي حياة. وهي يعني زحل ما بقى له بعيد يخرج من عندها؟ زحل إن شاء الله ما بقى شيء، على آخر السنة هذه يترك مواليد برج العقرب ويعودون إلى طبيعتهم يعني إن شاء الله. يعني في حالة يعني يرسل ما يش. حاليا الوضع لمواليد برج العقرب تعبانين جسديا ونفسيا، هذا سببه
وجود أشعة الشمس في البرج اللي قبل برجهم اللي هو الميزان، فبالتالي مواليد برج العقرب يعانون من ضغط جسدي ونفسي، هذا الشيء مستمر بالإضافة إلى تراجع كوكب عطارد حاليا في أيضا في البيت الثاني عشر، فبالتالي أيضا يضغط عليهم نفسيا. هذا الضغط راح يزول تقريبا على بداية الأسبوع، مو هذا اللي يجي اللي بعده، يعني من 25 أكتوبر صاعدا تبدي الأمور ترجع على طبيعتها إن شاء الله، وضعهم يرجع أفضل مما هو. وعلى آخر السنة بعد ما يترك الزحل برج العقرب ينتقل للقوس، يبدون يتنفسون الصعداء ويرجعون إلى طبيعتهم الأولى اللي هم متعودين إن شاء الله. وتدخلت مولود 18/8/1968 تتخلى عن 18/8/1968 استدخلت، هو مولود بين الوحدة ونص واثنين صباحا ليلا يعني. نعم. أسأله عن السفر والعمل والطالع نتاعه، هم جاوبتك عليها دقيقة، هذا يكون آخر شيء حياة 18/8. طبعا الطالع راح يكون ما بين الجوزاء وما بين السرطان. أوكي، من ناحية السفر هذا شخص احتمال يعيش بعيد عن أهله، عنده عدة مؤشر هذا الشيء، يعني هذا الشيء وارد عنده بصورة عامة. 8/9/6 أرقامه 1 و5 و9. أوكي حياة، إن شاء الله أكون جاوبتك. وهي هذه السنة سنة حظ لهم، فبالتالي ممكن يحققون فشيء كان من صعب تحقيق إنجازه في السنوات الماضية، قد يكون سفر أو يكون مثلا وظيفة إلى آخره. نأخذ اتصال هاتف آخر. ألو. ألو. نعم. ألو. ألو. نعم تفضلي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا، من جاية؟ تفضلي. اسمي ضحى جبار. ضحى إذا أمكن بس اسمعيني من التلفزيون، من التليفون، نصي التلفزيون أو ابتعدي عنه. إيش قد إيش قد مواليدي؟ 16. مواليدي 16/6. نعم. 1985 صار وقتها ب 11 الضحى. زين، شنو سؤالك ضحى؟ يعني عن السفر، أنا منفصلة من زوجي اللي قسمه الزواج مرت اللخ، يعني أنا عندي أولاد 2. دقيقة. زين شنو حياتي؟ دقيقة واحدة. عندنا 16/6. عندي سفر الأمريكا، يعني أسافر هذا الشهر. أنا ما لها مثلا سافرين هالشهر أو لا ما أدري، هذه الأشياء ضحى، بس إذا طالعت ليش خلاص يعني حتسافرين 100%. أنا حتى فحوصات. إيه خلاص يعني هاي بعد ما تقبل غلط، يعني إن شاء الله يعني سافرين 100%. أوكي، بس ما السافرين أو لا هاي الأشياء، أكو مثلا هواي ناس يسألوني مثلا أنا عندي شغل. حياتي شلونها يعني زينة حياتي مثلا. دقيقة. أرقامك 1 و5 و8 من ناحية الحظ أنت إنسانة طبيعية ضحى. أوكي، من ناحية العيش بعيد عن الأهل، أوكي همنا أنت عندك هذا الشيء، يعني تعيشين بعيد عن أهلك أو بلدك، فهذا السفر وارد، بس إيش وقت ما أدري، يعني هاي الأشياء ما أعرف لها. من ناحية الزواج ما عندك مشكلة، يعني البيت السابع عندك بالدلو، ما بين الدلو وما بين الحوت، فبالتالي يعني ماكو فد مؤشر مثلا يقول لك 100% يعني، او مثلا احتمالات قويه. مثلا اقول لك على سبيل المثال، مرات اقول لك شخص انت ممكن تتزوج اكثر من مره، انت ما عندك هذا الشيء، يعني ما ولا بنفس الوقت عندك شيء عطل عليك لا سمح الله مساله الزواج. اوكي، يعني ارتاح ان شاء الله بحياتي الجايه. طبيعيه حياتك، نعم ما بيها فد شيء يعني. زين ممكن اسال على زميلي اوكي زحمه، ايش قد مواليده؟ 13/1/1988. زين، هو من مواليد برج الجدي، شنو سؤالك؟ ما متزوج، يعني شنو حياته عن الحاضر عن العمل؟ ارقامه 4 و8، هذا الشخص ما محظوظ بصوره خاصه، ما محظوظ. حياه نجاحه بالحياه يعتمد على اجتهاده ومثابرته وليس على عنصر الحاضر. السنه الماضيه السنة الماضية كان عنده فرص حلوة للزواج لحد نهاية شهر 7 من هذه السنة، حاليا طبيعي. من ناحية السفر، من مواليده ممكن يعيش بعيد عن أهله من يوم الميلاد ومن الرقم الرئيسي، بس وين أو شو؟ أوكي تفضلي، أو يعني وين أو شو وقت ما أدري بيها، تفضلي. زين
شكرا عيوني. زين ممكن اسال على ولادي اثنين بدون زحمه؟ اوكي تفضلي. تسلم عيوني. واحد 10/10/2003. 10/10/2003. الثاني ايش قد؟ اسمه مهدي، صار الساعه 12 الظهر. اوكي الثاني ايش قد؟ الثاني 29/11/2006. زين محظوظين يعني ان شاء الله، حياتهم شلونها مستقبلهم. الاول ارقامه 1 و6 و7 من ناحيه الحظ طبيعي. اوكي من هو ناحيه الحظ طبيعي؟ 10/10. زين 8 ال 29/11 هذا محظوظ. 29/11 محظوظ. اي نعم هذا هواي محظوظ ان شاء الله. الله يعني مستقبل عندهم ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا عيوني. اهلا وسهلا بيضاها. اهلا. ناخذ اتصال هاتف اخر. الو الو. نعم تفضلي. مرحبا. مرحبا اهلا بيك. اذا بتريد انا مواليدي 1/7/71، بس صار لي شي 3 سنين وبحس انه كل الطاقه السلبيه عندي. اسم الكريم؟ اسمي رنا. رنا الساعه بيش مولوده؟ رنا مخلوقه. وش الصبح؟ طيب هذول جماعه اللي قلبهم مشرشح. اوكي زين انت من مواليد برج السرطان. اوكي ارقامك 1 و2 و8. انت بصوره خاصه رنا يعني من صغرك الى يعني لحد اخر يوم بعمرك بعد عمر طويل ان شاء الله تكونين انسانه غير محظوظه، يعني لازم هذا الشيء تتطبعين عليه او تتعودين عليه انه نجاحك في الحياه يعتمد على اجتهادك وليس على عنصر الحظ. عندك حظ نسبه قليله جدا ولكن نسبه الحظ يعني عدم الحظ هي اكثر، فلازم تتعودين على هذا الشيء يعني حتى لا تنصدمين، يعني لا يعني لما تخططين في الشيء يعني كوني صبوره. يعني شو السبب؟ يعني شو السبب؟ يعني بالعكس انه السبب عندك يعني رقم 8. يعني مو هو مو جزات انه لما يكون الشخص مثلا انه محب وانسان طيب فتكون كل الامور يعني ضده. نعم بالضبط. فخاصة بهالثلاث سنين يعني صارت يعني أكثر. أوكي السبب أني أنا قلت لك السبب الأول هسه أشرح لك واحدة واحدة. السبب الأول إنه أنت غير محظوظة، هذا واحد. نجاحك في الحياة يعتمد على مثابرتك. 3 سنوات الماضية وما زالت ولحد الآن لحد آخر تقريبا ديسمبر من هذه السنة مواليد برج السرطان عانوا من ضغط من ناحية عاطفية بالنسبة للمزوجين. آسف كان عندهم ضغط في مثلا من ناحية العاطفية ويا أولادهم أو يعني أولادهم حسوا بعبء المسؤولية أكثر. المزوجي وصلنا للطلاق ورجعنا. إيه من ناحية أنتوا من ناحية عاطفية شوية عندكم ضغط، هذا قلت لك مثل ما ذكرتك صار 3 سنوات. بعد نهاية يعني راح يكون شوية يعني تحسن الوضع من 25 أكتوبر هذا اللي احنا فيه وصاعدا، ويتحسن أكثر نهائيا من نهاية شهر ديسمبر تقريبا وصاعدا لا أنا ذاك تبدون صفحة جديدة إن شاء الله. يعني هو السبب أنه أنا ولادتي أنه كانت وجه الصبح؟ لا مو العفو ما له علاقة الساعة. انت سبب ولادتك 1/7/1971، عندنا سنه 1971 رقمها 9 1 و7 8 9 زائد 8 يساوي 17، 7 زائد 1 يساوي 8. فاللي يكون عنده رقم 8 هذا الشخص يكون يعاني من حياه صعبه او نجاحه في الحياه يعتمد على اجتهاده ومثابرته وليس على عنصر الحظ. من النوع اللي ايضا تطلع إيه لك يعني مشاكل انت بفنها. انا بشغلي يعني انا بشغلي لا ما بعتمد على الحظ. إيه؟ يعني نهائيا انا ما بعتمد على الحظ، بس بحس انه يعني في شيء طاقه سلبيه يعني تعودي عليها جاهي غير مفهومه. تعودي يعني فجاه بتنقلب الحياه، يعني بكون مثلا على خط، يعني انا بحب انه 1+1=2. ايه تعوديها يعني على هذا الشيء. انا تعاملي بشغلي بكذا ايه يعني خلص اخذت انه خلص 1+1=2، يعني ما عندي 2.25 نهائيا. اوكي. يعني مستحيل يعملوا 2.25. بس تعودي انت يعني في سبيل ما تنصدمين. تعودي على هذا الشيء
في سبيل ما تنصدمين او مثلا لا تتوقعين من المقابل شيء، يعني مثلا تقدمي له معروفي مثلا حتى كلمه شكرا اذا ما يقول لك عادي يعني توقعيها من عندهم. اوكي يعني ايش السبب؟ يعني هو انه نحن بننتج طاقه سلبيه لا أو هذا انت أو هيك انت ما محظوظه، هاي واحد. وثاني شيء من هذه الناحيه قلت لك شويه خوف بعد نهايه ديسمبر، بس يعني تبقى هذا شوي شوية يعني ما راح يصير أفضل؟ لا شوية لا يكون أفضل بس الله يسامحك أنا شو دي علاقة الله يسامحك أعطيني شوية أمل ما أعرف أتجامل الآن يعني مثلا ده تشياء حقيقة حتى لا تنصدمين بالعكس فأنت توقعي يعني كوني لا جدا ما بنصدم إيه. لا جدا ما بنصدم سؤال آخر أنا هي هيك الحياة أصلا مو كلها الحمد لله كل ما يتمناه المرء يدركه الحمد لله. عندي يعني سؤال آخر بس زوجي معلش اقول لك زوجي طيب 9/5 طيب 70 هو من مواليد برج الثور العذراء ولا الثور 9/5 9/5 ايار صح اي برج الثور نعم اوكي ليش كان انه بتسعة مو بيكون العذراء؟ لا اذا شهر 9 يعني يكون 5 ايلول يكون عذراء بس 9 9 5 9 5 9 70 برج العذراء نعم هسه اوكي ايه طيب شنو صار؟ يهمني انه هو يحبني وخلص ما يهمني غير حدا تبقى على شطارتك بعد بس انا خليها بجولاي ما اعرف لا انا شاطره ومعدله بس الحظ شايف يعني قدامك واضح لا الحمد لله اي ما محظوظه ما انكر على هذا الشيء بس انت تبقين من على شطارتك ان شاء الله ماكو شيء يعني انت اهم شغله اهم شيء حطيها ببالك مجال العلاقه الزوجيه ما عندك مشاكل فبالتالي ان شاء الله الامور تكون طبيعيه يا امين الله شكرا لك اهلا وسهلا بك لا لا فوق ناخذ اتصال هاتف اخر الو الو نعم الو مشاهدينا الكرام ارقام الهاتف 00971436702 مكرر 89 و00971436802890 ما هي امام حضراتكم للمشاركه وناخذ اتصال الو نعم الو نعم السلام عليكم عليكم السلام انا بسال عن ولدي تاريخ الميلاد ديالو 24 7/2004 طيب هذا ابن ان شاء الله خليه من مواليد برج الاسد شنو سؤالك يعني عن الدراسه وعندي المستقبل وارقام الحظ طيب 8/6/7/6 أرقامه 1 و3 و6 هذا ابن إن شاء الله يخليه من ناحية الحظ يعتبر إنسان محظوظ على طول العمر إن شاء الله أوكي عنده الرقم 3 أنت هو مخلوق 24/7/2004 دقيقة لحظة 9/4 العفو أرقامه 1 و6 آسف 1 و6 وشنو كتعني 1؟ لحظة 6 6 6 3 1 6 نعم 1 و6 رقم 1 يخلي إنسان يتميز كواحد من مواليد برج الأسد إنسان من نوع شخصيته جدا قوية عنده اعتداد كبير بالنفس صريح طموح متفائل يحب الحياة كريم نزيه من النوع اللي يكتم الأسرار رقم 6 من يوم ميلاد يخلي إنسان عاطفي يقدر الناحيتين الفنية الجمالية وعنيد يعني يكون عنده ذوق حلو فنان يعني عنده يعني فد ذوق فني حلو يميز الشيء مثلا الغث من السمين يعني الشيء الحلو الإيجابي من المحل مثلا على سبيل المثال من يسمع أغنية أو يسمع أو يشوف لوحة فنية يختار الشيء الحلو يكون عنده يعني يكون إنسان ذواق إذا كان على الصعيد على سبيل المثال على صعيد الملابس او غيرها يكون عنده ذوق حلو وبس الشيء المحلو فيه عنيد يكون اوكي صح
زين. من ناحية الدراسة هو واجتهاده على طول السنة يعني ما عنده مشكلة بصورة خاصة. أي ساعة مزداد بأي مدينة؟ بد بألمانيا والساعة 8:30 مساء و20 دقيقة. دقيقة 24/7/2004 26 أي مدينة؟ في ألمانيا. أي مدينة في ألمانيا؟ نواحي فرانكفورت. طيب من ناحية الدراسة بشكل خاص عنده طالب زاد ما عنده مشكلة طبيعي. وشنو الميادين اللي يمكن يشتغل فيها في المستقبل يعني يكون عنده فيها حظ كبير؟ أفضل شيء ينجح فيه في مجال العمل هو لحظة يكون في مجال الضرائب الأموال البنوك ما بنوك هيك أشياء يكون ناجح فيها. نعم. وش من طالع عنده؟ شنو الطالع دياله؟ طالع الأسد. طالع الأسد؟ لا المساء آسف لحظة لحظة. لا مساء آسف. الطالع يكون ما بين القوس ما بين الجدي. أوكي؟ يعني إيش يكون القوس ولا الجدي؟ لأنه هو بالتدقيق ساعة الولادة دياله هي 6:19 دقيقة. أنا يعني يكون القوس أكثر قريب أكثر بس قريب جدا من الجدي يعني هذا يعني إذا بما أنت ذكرتي إنه التاريخ يعني الوقت العفو آسف الوقت بما أنت ذكرتي مضبوط دقيق 100% فهذا يكون عنده طالعين يعني عادي يعني شخص يكون عنده طالع أو أكو شخص عنده يكون طالعين فهو يكون عنده قوس وجدي بس القوس أكثر إن شاء الله. أوكي. أي ساعة كيبدأ الطالع ديال الجدي؟ نعم اي ساعه بالبدا طالع 21 20 21 يبدي تقريبا بالضبط لان هو جاي بالفتره اللي ينتقل هذا طبعا هذا بالنسبه لكم لالمانيا مثلا بالمغرب او بالعراق او مثلا باليمن يختلف هذا الشيء او بايران او يعني بغير دول يختلف اذا كان مثلا بالجنوب على سبيل المثال يعني جنوب المدينه يختلف عن مثلا من ما يولد بالسويد إذا بالسويد حيكون طالع القوس على سبيل المثال احتمال 100% ما بدون شك بس كل مدينة يختلف الطالع مو جدول ثابت يكون. أوكي. يعني شنو لون الحب دياله؟ نعم لون الحب اللون اللي يناسبه هو أفضل شيء الأصفر الأصفر الذهبي هذا اللون اللي يناسب مواليد برج الأسد صورة خاصة والمعدن اللي يجيب لهم الحظ الذهب. شكرا. أهلا وسهلا بك. مشاهدينا الكرام نصل بكم الآن إلى أبرز المجالات التي تشغل كل منها حسب برجه ونبدأ كالمعتاد مع مواليد برج الحمل. نقول لمواليد برج الحمل يتركز اهتمامكم حول ضبط شؤونكم البيتية والعائلية. كونوا أكثر صبرا أثناء التعامل مع أحد أفراد العائلة. من ظهيرة الخميس تجتازون بصورة عامة فترة إيجابية تجمعكم بأحبائكم. من ليل السبت انتبهوا أكثر إلى صحتكم سيتراكم العمل لديكم. الثور تنشطون في مجال الاتصالات والتنقلات كونوا أكثر حذرا أثناء قيادة السيارة خاصة داخل المدن. تجنبوا نقاشا حادا مع أخ أو جار. من ظهيرة الخميس تنشغلون في ضبط أموركم البيتية والعائلية. تجنبوا أي خطوة عقارية جديدة. من ليلة السبت تشعرون بتجاوب أحبائكم معكم. الجوزاء انتبهوا جيدا إلى ميزانيتكم، خففوا من نفقاتكم. من ظهيرة الخميس تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات. على الطلاب من بينكم التركيز أكثر في دراستهم. من ليلة السبت تفضلون التركيز على شؤونكم البيتية والعقارية. بوسعكم إيجاد قاسم مشترك يجمعكم بأفراد العائلة. السرطان يتغير الوضع للأفضل وتنجحون أكثر في السيطرة على زمام الأمور ويميل أحبائكم إلى التعاون معكم. من ظهيرة الخميس يدخل التعديل المطلوب على ميزانيتكم. من ليل السبت تنشطون في السفر والاتصالات ويكون لديكم تعامل مع أخ أو جار. الأسد
تجتازونها بصورة عامة فترة غير مريحة تنال من صحتكم وأعصابكم. أخلدوا إلى الراحة ولا تبالغوا في مجهودكم الجسماني. من ظهيرة الخميس تستعيدون نشاطكم المفقود وتنجحون أكثر في خطواتكم. من ليل السبت تنشغلون في ضبط ميزانيتكم. مواليد برج العذراء تنشطون بين الأصدقاء، منكم من يتلقى دعوة لحضور مناسبة سعيدة. من ظهيرة الخميس تتراجع صحتكم وتفتقدون نشاطكم وحيويتكم. أخلدوا إلى الراحة. من ليل السبت يتغير الوضع للأفضل وتمتلئون نشاطا وحيوية وتدفعون بمصالحكم. مواليد برج الميزان ينصب اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم الاجتماعية وسمعتكم. من ظهيرة الخميس تنشطون اجتماعيا وتلتقون أشخاصا ترتاحون إلى صحبتهم. من ليل السبت يتراكم العمل لديكم وتجدون صعوبة في إنجاز الكثير منه. لا تبالغوا في جهدكم الجسماني وأخلدوا إلى الراحة. مواليد برج العقرب كونوا أكثر وعيا على الطرقات، ابتعدوا عن أماكن مجهولة لكم، تظل العاطفة قوية لديكم. من ظهيرة الخميس اثبتوا جدارتكم للمسؤولين في مجال العمل وحافظوا على إنجازاتكم القائمة. من ليل السبت تنشطون بين الأصدقاء والأحباء. مواليد برج القوس تنصب جهودكم حول ضبط شؤونكم المالية ذات الصلة بشراكة. كونوا حذرين في خطواتكم المالية واحرصوا على مالكم من الضياع. انتبهوا إلى صحتكم. من ظهيرة الخميس تكثر لديكم الاتصالات والتنقلات ومنكم من يقوم برحلة بعيدة. من ليل السبت حافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل. مواليد برج الجدي يتركز اهتمامكم حول تعزيز شراكتكم، تلتقون أشخاصا يرغبون في التعاون معكم. من ظهيرة الخميس تدخل التعديل المطلوب على ميزانيتكم. الفترة الحالية تتطلب منكم الحذر في أي خطوة مالية جديدة. من ليل السبت تنشطون في مجال الدراسة والسفر والاتصالات. مواليد برج الدلو انتبهوا جيدا إلى صحتكم، يسيطر التعب الشديد عليكم. من يشعر بأعراض غير اعتيادية يجب أن يتوجه للفحص والعلاج. حاولوا إنجاز ما باستطاعتكم من عمل ضروري. من ظهيرة الخميس ترغبون في تعزيز شراكتكم. من ليل السبت تنهمكون في إدخال تعديل على شؤونكم المالية. أخيرا مواليد برج الحوت تصل مشاعركم ذروتها وتسعدون لخبر يتعلق بأحد أولادكم. بوسعكم تجربة حظكم. من ظهيرة الخميس يتراكم العمل لديكم وتكون صحتكم تحت الضغط. من ليل السبت يتركز اهتمامكم حول تدعيم شراكتكم. مشاهدينا الكرام، كانت هذه أبرز المجالات التي تشغل كل منا حسب برجي والله أعلم. إلى هنا نأتي إلى ختام البرج العالي لهذا اليوم، ألتقيكم يوم السبت المقبل بإذن الله. إلى ذلك الحين أسعدكم الله، تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة البث في التلفزيون الشرقي. مع السلامة.